وهؤلاء الخوارج يريدون أن الناس ما يكون لهم قيادة، ما يصير لهم وجهة حتى يتبعوهم، ولا يرون الناس ولا حذاء، يعني دم الإنسان المسلم أرخص عندهم من دم الكلب أو الجرب، ما له قيمة نهائي. وهذا منهج إخواننا، وإذا استحلوا الدم استحلوا الحرمات كلها، خلاص ما بقي شيء، ولا لهم جهد منصب على بيان التوحيد ولا على محاربة الشرك عبر التاريخ، ما تجده. ويتظاهرون بالزهد وهم كلاب دنيا، ولذلك النبي قال كلاب النار. وانظر إذا ذو الخيص ذو الخويصرة يقول في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، هذه قسمة ما عدل فيها، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شحوا على ماذا؟ على الدنيا. والخوارج مشهور عند الناس وعامة الناس أنهم زهاد، وأنهم يبذلون دماءهم من أجل الشجاعة ومن أجل إحقاق الحق، وهم أهل الباطل. فهم أهل دنيا،